Bismillahir Rahmanir Rahim. Our lecture today is about temperature regulation and fever. Inshallah, نحاول نستمر بإكمال المحاضرة السابقة. Temperature regulation and fever. Fever is a clinical hallmark of infection and inflammation. إذا نذكر بالمحاضرات السابقة خصوصا بمحاضرة الـ inflammation قلنا واحدة من أهم الـ signs بالنسبة للـ acute inflammation كان الـ heat وتحت مسمى الـ fever طبعا لكن هنا الـ fever ممكن تكون تحت مسميات كثيرة منها الـ inflammation, infection and others اليوم احنا نطرق الى موضوع الـ temperature regulation شلون نحاول انه ننظم درجة تتنظم درجة الحرارة في الجسم في حالة وجود إصابة في حالة تعرض لأشياء فيزيائية أو كيميائية أو غيرها الـ body temperature regulation مثل ما تعرفون حضراتكم انه الـ temperature within a deep tissues of the body is normally maintained with a range راح تكون بحدود 36 إلى 37.5 هذا مثل ما شوفون حضراتكم بالفيجر اللي هو thermo neutral أو normal body temperature أو normal body function راح تكون ضمن هذا الرينج في حالة كانت الحرارة أعلى من هذا المستوى مثلاً وصلت في 40-43 ممكن تسبب لنا tissue damage, liver, brain, cells, death. في حالة كانت أقل ممكن توصل إلى 26 مثلاً اللي يسميه بالهايبوثيرميا ممكن يسبب لنا brain damage. بينما بالهايبرثيرميا اللي راح تكون more than 40s. Within this range أيضاً هل هذا الرينج ثابت يعني؟ نعم أكو اختلافات there are individual differences and journal variations ال internal core temperature reached إذا أباوع عن درجة حرارة الجسم الطبيعية اللي قلنا بالdeep tissues راح تصل إلى ال highest point عادة تكون in the late afternoon and evening بينما راح تكون باللوست بوينت اقل درجه حراره عاده تسجل بالنسبه للجسم بالايرلي مورنينج اورز وهذا هو الرينج بين الطبيعي وبحاله الهايبرثيرميا والهايبوثيرميا استاذنا العزيز ولا اقاطعك اذا ممكن تعلي لنا صوتك شويه ان شاء الله بالنسبة لل body temperature reflects the differences between heat productions and heat losses. يعني احنا مثلا درجة حرارة الجسم اللي موجودة هي انعكاس لإنتاج الحرارة بداخل الجسم وبنفس الوقت قد تكون يعني علامة أو معيار لفقدان الحرارة بداخل الجسم. يعني ال body temperature هي indicator الحرارة بداخل الجسم شنو هي؟ هل هناك إنتاج للحرارة يعني أكو مشكلة أو لا؟ أو بالعكس يعني. هسه الصوت واضح؟ The body heat is generated in the tissue of the body. يعني هسه إذا نريد نجي للهيت وين راح تنتج؟ راح تكون عادة موجودة بالجسم نتيجة الأفعال اللي يسويها الجسم. بعدها يصير لها transfer to the skin surface. أكيد تنتقل عن طريق البلد للسكين سيرفيس.
من السكين سيرفيس اكيد راح يصير ريليز تو ذا انفايرمنت سراوندينج ذا بودي، وبالتالي حتى نتخلص من الحراره العاليه بالجسم اللي تكونت بالجسم انتقلت للسكين، وبالتالي احنا نحس بدرجه حراره الجسم عن طريق السكين باعتبار انه هذا التمبريتشر او الهيت صار له ترانسفير تو ذا سكين عن طريق البلد. بعدها من يصير كونتاكت ويا الانفايرمنت باعتبار ذاك تشينجز اللي ممكن يصير بين الاوتسايد والانسايد، ممكن نحاول نقلل درجه حراره الجسم عن طريق الاشياء اللي راح نعرفها ان شاء الله. الثيرموريجوليتوري سنتر اللي موجود بالهايبوثالاموس شنو الفانكشنز مالته؟ فانكشنز تو موديفاي هيت بروتكشن اند هيت لوسز. بالتالي الثيرموريجوليتوري سنتر هو المسؤول عن السيطره واداره موضوع انتاج وفقدان الحرارة. Thermoregulation as a definition means the ability of living organisms to maintain body temperature within a certain limit even if the ambient temperature is significantly different. يعني هو قابلية الجسم على المحافظة على درجة حرارة الجسم، سواء كانت إذا كان في حالة زيادة يحاول يقللها، في حالة نقصان يحاول يصعدها. فهذا دور الثيرموريجوليتوري سنتر أو الثيرموريجوليشن. فالثيرموريجوليتوري سيستم وظيفته مثل ما قلنا maintain constant body temperature value، مثلا في حالة الهايبوثيرميا اللي هي تعني لي decrease للbody temperature يحاول يرجعها للنورمال. في حالة الـ increase heat protection يحاول يرجعها للنورمال. في حالة reduce يقلل الـ heat loss. في حالة الـ hyperthermia اللي هي زيادة الـ body temperature أيضا يحاول يرجعها مقارنة بالجسم بدرجة حرارة الجسم الطبيعية، يحاول يرجعها للحالة الطبيعية. مثل ما تشوف حضراتكم أنه بهذا الفيجر راح نشوف أنه الأشياء اللي ممكن تحاول تنظم لنا درجة الحرارة. فمثلا ممكن يكون هسه راح نذكر تفاصيل بالمحاضرة عن هذه المسميات، لكن فقط أريد نعرف أنه مثلا اجتنا radiation من الخارج من الصن أو من غير مكان، ممكن الجسم يفقد درجات الحرارة عن طريق البريتس أو عن طريق يعني يصير عندنا evaporation، وممكن يصير عندنا convections للheat transfer عن طريق thermogenesis metabolism، يصير الactive metabolism تتوقف أو تشتغل راح نحكي عنها بالتفاصيل، أو ممكن يصير direct contact with مثلا ground أو غيره ممكن يصير عندنا فقدان. It is the core temperature that regulates. طبعاً the core temperature أو درجة حرارة ال deep tissues راح regulated by thermoregulatory center الموجود بالهايبوثالاموس. The thermoregulatory center هو المسؤول عن عملية regulation لل temperature. بالتالي هو المسؤول عن يحاول يرجع الجسم لدرجة الحرارة الطبيعية. This center integrates input from the cold and warm thermals receptor. موجود اكو عندنا cold and warm thermal receptors موجودين بال located throughout the body, generate output responses that conserve body heat or increase it dissipation. فعندنا مصطلح نسميه ال thermostatic set point. الثيرموستاتيك سيت بوينت نقدر نقول هو الجايد اللي من خلاله اللي موجود بالثيرموريجوليتوري سنتر اللي يسوي لنا سيت لدرجة الحرارة مالت الكور تمبريتشر. بالتالي إذا أي درجة حرارة فوق الثيرموستاتيك سيت بوينت راح تعتبر عالية، أو أقل منها راح تكون درجة حرارة قليلة. هذا الثيرموستاتيك سيت بوينت ممكن يتأثر يصعد المقدار مالته بتغير الحالة. فمثلا بحالة when body temperature begins to rise above the normal range
أعلى من درجة حرارة طبيعية، هنا أكيد عندنا راح يصير الهيت dissipating behavior are initiated، حتى شين راح يكون عندنا loosening لدرجة الحرارة. بينما temperature إذا قلت عن المعدل الطبيعي فالheat protections is increased، وبالتالي عندنا معادلة، عندنا balance، عندنا set point موجودة، إذا زادت نحاول نقللها وإذا قلت نحاول نرجعها للحالة الطبيعية. فمثلا in case in a core temperature is greater than 41 or less than 34 that indicates the body ability to thermoregulator is impaired. بالتالي عندنا مشكلة إنه thermoregulator أو thermoregulation center ما قدر يؤدي الوظيفة الرئيسية إنه يرجع الحالة temperature للوضع الطبيعي. هسا مثل ما قلنا بالمحاضرة عندنا case يكون heat productions، وعندنا case ثانية راح يكون فقدان للheat heat losses. فنجي بالبارت الأول، شنو الميكانيزمز of heat production؟ فمثلا الميتابوليزم مثل ما تعرفون حضراتكم is the body's main source of heat production. إذن الأيض اللي ممكن يكون بداخل الجسم، الأكتيفيتي الموجودة بداخل الجسم ممكن تعتبر الـ main source of heat production. السمباثاتيك اللي هم عندنا النيورو ترانسميتر، الإبنفرين، النور إبنفرين اللي which released when increased body temperature is needed act at the cellular level to shift metabolism. إذن هذول الثلاثة ممكن يحاولون يسوون shifting للميتابوليزم، وبالتالي so energy production is reduced and heat production is increased. يعني شنو اللي ممكن يصير؟ مثلا احنا عندنا الميتابوليزم الايضي يؤدي دوره، فانه كانه يسوي shifting، يقول للانتاج الطاقه توقفي وانا احتاج ازيد درجه الحراره، كانه البالانس راح يوقف بارت حتى يصعد البارت الثاني. وهذا اللي الدور اللي يؤدي هذول الثلاثه النيورو ترانسميتر والابنفرين والنور ابنفرين، وظيفتهم بالcellular level يسوون shifting للميتابوليزم، وبالتالي الـ energy productions reduced والheat productions is increased. أيضا الثايرويد هرمونز أو thyroid hormone increases cellular metabolism، مثل ما قلنا إحنا الميتابوليزم هو الـ main source of heat production، but this response usually requires several weeks to reach maximum effectiveness. إذن عندنا اللي يأثرون بالميتابوليزم قلنا دول الثلاثة اللي هم السمباثاتيك نيورو ترانسميتر والإبنفرين والنور إبنفرين، دول راح يسوون شيفتنج للميتابوليزم، وبالتالي ما نحتاج طاقة، نحتاج نصعد درجة الحرارة. ممكن الثايرويد هرمون يزيد السيلولار ميتابوليزم، وبالتالي هذا الوقت ممكن، لكن هذا هنا الفرق عن الأول، يحتاج أسابيع حتى نصل للماكسيموم إفكتيفنس. أيضا الفاين عندنا involuntary action such as shivering and catching، دول الناس اللي يصير عندهم رعشة، ممكن يمر بدرجة حرارة ويصعد عند درجة حرارة إلى معدل، ممكن نشوف عندنا رعشة عند انطباق الأسنان مع بعضها مع البعض الآخر. هاي العملية اللي يسويها اللي تصير اللي هي لا إرادية بالنسبة للشخص اللي يمر بحالة مثلا من درجة حرارة القوية جدا، فنشوف أسنانه تنطبق، هي حالة لا إرادية. الغرض من عدها ممكن يزيد درجة الحرارة، يعني من 3 fold to 5 folds increase in body temperature، وبالتالي هاي واحدة من الأشياء اللي ممكن تسوينا regulation للbody temperature. الشيفرينج is initiated by imbalances from the hypothalamus، إذن هو يجينا إيعاز من الهايبوثالاموس حتى تصير عندنا عملية الارتعاش اللي تصير عند الشخص اللي احنا نقول نسميه المسخن. The first muscle change that occur with shivering is general increase in muscle tone، بالتالي صار عندنا زيادة بالمسل تون، يتبعها يصير عندنا بالريثميك تريمر involving
بالسباينال ليفل ريفلكس اللي ممكن يسيطر لنا على المصل تون. Because no external work is performed, all of energy, بأيضا الشخص اللي عادة اللي ينصاب ما يكون درجة حرارته أو مسخن، فالميتابوليك بروسيس ما راح تكون ضعيفة، وبالتالي راح نحتاج هذا هنا. Because of no external work is performed, all of the energy liberated by metabolic process from the shuffering is in the form of heat. وبالتالي احنا ما عندنا ميتابوليك بروسيس، وبالتالي كل الاشياء راح هي عباره عن راح تتحول الى الهيت. ايضا الحالات الفسدجيه ممكن يكون تسبب لنا الفيزيكال اكزيرشن انكريز ذا بودي تمبرتشر. فمثلا هنا نشوف شنو المصادر للهيت برودكشن، اللي قلنا البيزل ميتابوليك اكتيفيتي ممكن تتحول ان تزيد لنا الهيت برودكشن، ممكن السبيسيفيك دايناميك اكشن اوف فود، ممكن النون شيفرينج، مو الشيفرينج، النون شيفرينج ممكن هنا راح يسبب لنا حالات الهيت برودكشن، والماسكولار اكتيفيتي ممكن يسبب لنا الهيت برودكشن. بعكسه الهيت لوس، الفقدان لدرجات الحراره، قلنا درجه الحراره عاده برودوس باي ديبر كور تيشو اللي هو المصل والفيزرا، هم يعتبرون السنتر هنا، which are insulated from the environment and protect against heat loss by subcutaneous tissues. كإكزامبل الأديبوس تيشو is particularly good insulator اللي هو conducting heat only one third as effectively للother tissues. فمثلا عندنا الفقدان لدرجات الحرارة عادة هو إما عن طريق ال radiation، يعني الإشعاع يصير مثلاً من البودي إلى الـ environment يصير انعكاس، أو عن طريق الـ conduction from the skin surface، وراح نشوف شلون راح يكون الـ conduction للـ، أو عن طريق الـ evaporation تفريغ، يعني الإنسان مثلاً حالات التنفس ممكن ينطي درجات حرارة اللي برا، أو الـ sweat ممكن التعرق يحاول يرجع درجة الحرارة للحالة الطبيعية، أو الـ insensible أو الـ يسمونه insensible perspiration عن طريق الـ heat loss باللي مثلا أيضا ممكن يكون عن طريق الـ exhalation للـ air، أو ممكن عن طريق الـ urine أو الـ feces. كل هاي الأشياء ممكن تحاول تقلل درجة حرارة الجسم، وراح نحكي عنها. ايضا الكونتراكشن بالبيليو موتور ماسل بالسكين اللي هي which rises the skin hair and produce goes pump، ايضا ممكن تقلل السيرفيس اريا available للهيت لوس. والميكانيزمز اللي احنا ممكن تكون احنا قلنا directly under the hypothalamic control. راح نشوف التفاصيل. ايضا مثلا عندنا اكو بارت بالجسم عندنا كل درجات الحراره اللي تنفقد عاده هو عن طريق السكن سيرفيس، فالسكن سيرفيس نعتبر هو الجايد اللي يقلل درجه الحراره باعتبار هو بان دايركت كونتاكت ويا الانفايرمنت، وبالتالي الموست اوف ذا بوديز هيت لوسز راح تكون اكر ات ذا سكن سيرفيس as the heat from the body blood moves to the skin and then to the surrounding. وبالتالي الجسم يحول للسكن عن طريق البلود، وبالتالي نتيجة الدايركت كونتاكت راح تحول الى الانفايرمنت، وبالتالي ممكن يصير بالتشينج سواء كان للبرودكشن او ممكن يكون لللوس. عندنا بارت نسميه الاتيريو فينوس شانت، هذا المنطقة اللي راح تكون التقاء بين الارتريولز والفينيولز under the skin surface تكون موجودة. هذه وظيفتها allow blood to move directly from arterial to the venous system. يعني هنا يشبهون الوظيفة مالته is look like radiator in a heating system، يعني كأنه شلون من مكان لمكان ويحاول أنه يعتبر كراديياتور. When the shunt are open من راح ينفتح هذا البارت البودي هيت is freely dissipated to the skin and surrounding environment. When the shunt are closed الهيت is returned in the body.
والثاني بحالتين، في حالة الأوبن وفي حالة الكلوز. بالأوبن درجة الحرارة راح تروح للإنفيرومنت، في حالة الكلوز راح تبقى درجة الحرارة داخل الجسم. فال blood flow بال AV shunt is controlled almost exclusively by the sympathetic nervous system in response to the change of the core temperature. يعني هذا ال arterial venous أو يسمونه بال AV shunt مثل ما تشوفون حضراتكم، عندنا ال عندنا ال artery وعندنا ال vein وال الكونكشنز اللي ممكن يصير بيناتهم احنا نسميه بالاي في. هنا ممكن حالات بيكون اوبن، ممكن حالات بي كلوز. بحاله الاوبن ممكن الحراره تروح لداخل كانه هو يشتغل شغل الراديتر، شلون الراديتر تحاول تقلل الحراره بالجهاز المعين، ايضا هذا ممكن يحاول يقلل الحراره بالنسبه للبودي تمبرتشر. فايضا عملية الترانسفير للهيت راح تكون بوحدة من الحالات الأربعة اللي هي radiation, conduction, convection and evaporation. راح نعرف كل واحدة شنو تعني. Radiation involves the transfer the heat through the air or vacuum. يعني عملية انتقال بالنسبة لل الحرارة خلال الهواء أو عن طريق الفاكيومز. مثلا إذا نشوف الفيجر هنا نشوف الصن تعتبر واحدة من وسائل أو للهيت سورس، عن طريق الراديشن ممكن تنطي للأذر بارت يعني الأجزاء المختلفة من بالكرة الأرضية فور إكزامبل، ومن ضمنهم الهيومن ممكن تيجي الإشعاع والحرارة للجسم عن طريق الراديشن. فالهيومن بودي أيضا ممكن radiates للهيت in all direction، وبالتالي الجسم إذا كانت في درجات حرارة ممكن يوزع إشعاع ليحاول يخفف درجة الحرارة بالنسبة له. الكوندكشن فمثلا هو الكوندكشن يعني شلون عملية انتقال الحرارة من one molecule to another molecules. يعني مثلا ال blood وظيفته هو carries or conduct the heat from inner core to the skin. مثل ما قلنا احنا قلنا ال inner core هو المسؤول الجزء الرئيسي لحرارة الجسم. فمثلا من تصعد درجة حرارة الجسم إلى درجة حرارة عالية، هنا شنو الإيعاز اللي راح نعرف بأن درجة حرارة الجسم إحنا ما نقدر مثلا نوصل للـ inner curve of the body. إحنا عندنا مكانات ممكن نقيس بها درجة الحرارة اللي هو الـ skin، وبالتالي أنه الـ blood هو المسؤول عن نقل الـ heat من الـ inner core للـ skin surface، وبالتالي إحنا نقدر أنه نميز أنه أكو ارتفاع بدرجات الحرارة. فنورمالي هنا بهذا البارت بالكوندكشن only small amount of blood heat is lost. فهنا بهذا البارت فقط هو رغم انه راح ينفقد به حراره، الجسم يفقد به حراره لكنه شنو small part. بالتالي انه ممكن تعتبر مصدر من مصادر فقدان الحراره. مثلا هنا نشوف الكوندكشن اللي ممكن يصير مثلا هنا عن طريق السكن، مثلا نشوف حراره بالفيجر موجود مأشر لنا، وايضا اي كونتاكت دايركت كونتاكت بين تو بارتس ممكن نفقد الحراره. الكونفكشن causes continual removal of the warm layer and replacement with air from the surrounding environment. بالتالي مثلا احنا راح نكون عندنا مثلا evaporation والconvection، مثلا هما ممكن اشياء تنتقل عن طريق direct contact، عن طريق replacement part to part ممكن تنقل الى درجات حرارة اخرى. evaporations او اللي هو مثل ما نقول مصطلح بالعربي اعتقد تفريغ او كذا، involve the use of the body heat to convert water on the skin to the water
بابو. وبالتالي مثلا السويت تعرق ممكن يعتبر مصدر يحاول انه يقلل درجة حرارة الجسم. فالووتر that diffuses through the skin independent of sweat نسميه insensible. مثل ما تشوفون حضراتكم هذا هنا المؤشر عندنا insensible perspiration اللي هو يفقد لنا درجات الحرارة greater in a dry environment. فمثلا إذا كانت عندنا الجو حار وجاف راح يصير عندنا تعرق أكثر وبالتالي ممكن يكون عندنا فقدان لدرجات الحرارة أكثر مما يكون الجو مثلا رطب وماكو رطوبة ماكو تعرق وغيرها. فالسويتينج التعرق occurs through the sweat gland مثل ما نعرف and is controlled by sympathetic nervous system. وبالتالي إذا وجود خلل بالجسم مثلا راح sympathetic nervous system راح يعطي إعازة للسويت gland حتى تبدي بعملية السويتينج. بينما in contrast to other sympathetically mediated functions, السويت تعتمد على الأسيتايلكولين rather that the catecholamine اللي يعتبر neurotransmitter. فهاي الأشياء الأربعة ممكن تعتبر مصدر للثيرموريجوليشن. طبعا إما عن طريق البازو مثلا بازو دايليشن إذا نحتاج أنه نخفض أو البازو كونتراكشن ممكن يكون أو عن طريق راديشن مثل ما قلنا أو عن طريق الميتابوليك أكتيفيتي. كل هاي الأشياء ممكن تأثر على الريجوليشن للبودي تمبرتشر. ايضا هذا تو فيجرز احنا حاولنا انه نحشر على هذا الفيجر. فيجر اخر عندنا ممكن السكين مثلا او الكلاودي تعتبر دايركت اند ريفلكس للسولار راديشن تجي للجسم وهذا الجسم هنا استقبل ايضا ممكن يكون ايضا اكو اشياء يستقبل بها الجسم الحراره عن طريق الكوندكشن وي الجراوند وي الارض. فهنا مصدرين ممكن يستقبل بها الانيمال او الهيومن بوديز الحراره لكن بنفس الوقت ممكن يفقد الحراره عن طريق الايفابوريشن عن طريق السكن او عن طريق الكوندكشن والكونفكشن يعني كونفكشن او كوندكشن وذ جراوند مثلا او عن طريق راديشن ممكن ينطي او عن طريق التنفس وغيره باللانج. الهوموستاسيس والتمبرتشر كنترول. We have two cases. عندنا normal body temperature اللي سميناه بالثرمو الموجود بالهايبوثالاميك اللي سميناه بالهايبوثالاميك سيت بوينت. عندنا النورمال تمبرتشر هي 37. We have two cases أو two cases sorry. البودي تمبرتشر صعدت above normal. فإذا صعدت الـ above normal راح الـ nervous system يرسل إعاز للـ dermal body vessels يقول له vasodilation ولل sweat gland to secrete. إذا درجة حرارة عالية لازم أحاول أتخلص من الحرارة العالية فراح يصير عندنا الـ vasodilation يتوسع الـ vessels وأيضا الـ sweat gland راح تشتغل وبالتالي يصير secretion حتى نحاول نرجع للـ normal body temperature. وبالتالي البودي هيت از لوست تو ذا ات سراوندينج وبالتالي الجسم راح يفقد درجه حراره للسراوندينج اريا وبالتالي البودي تمبرتشر هنا راح يصير له دروبس توورد النورمال ورجعنا للحاله الطبيعيه. هاي في حاله ارتفاع درجات الحراره. الحاله الثانيه اللي هي ممكن انه بالعكس انه البودي تمبرتشر دروبس بلو نورمال يعني اندر نورمال يعني مثلا 35 34 36 فشنو اللي راح يصير هنا؟ النيرفوس سيستم هو بكل الحوال انه النيرفوس سيستم هو اللي يشتغل لكن الاشاره اللي ينطيها مختلفه. بالحاله الارتفاع درجه الحراره الاشاره اللي ينطيها يا بسوي فازو دايليشن او السويت اجلاند تو سيكريت فراح يصير ان السكريشن والفازو دايليشن بالنسبه للارتفاع درجه الحراره. بينما النيرفوس سيستم راح ينطي اعاز للديرمال بلود بلود فازل يصير لك كونستركتد يصير فازو
constriction عكس vasodilation. هذه واحدة. The sweat gland يبقيها remain inactive. مو secretion وإنما أبقي inactive. يعني ماكو تعرق. إحنا عندنا درجة حرارة الجسم أقل من الطبيعي. نريد نصعد درجة الجسم. فنغلق كل الأبواب اللي ممكن ترتفع بها اللي ممكن نفقد بها درجة الحرارة. أريد أحافظ على الحرارة اللي موجودة بالجسم. فالنيرفوس سيستم ينطي إشارة للديرمال بلاد فازل فازو كونستراكشن للسويتل جلاند remains inactive. إذا بقت درجات الحرارة الجسم منخفضة بعد هذا الإعازين ممكن البودي تمبرتشر أو النيرفوس سيستم ينطي إعاز للمصل إعاز إضافي ثالث للمصلز to contract involuntary اللي إحنا قلنا من حالات الارتعاش وغيره. إذا عندنا ثلاث أشياء ممكن يسويها البودي أو النيرفوس سيستم أو الإعازات اللي ينطيها النيرفوس سيستم بحالة درجات الحرارة أقل من الطبيعي أنه يصير عندنا فازو كونستركشن يعني ممكن يصير السويتي جلاند أكتيفيتي يكون إناكتيف وممكن يجي إعاز للمصل حتى تبدأ بالكونتراكشن اللي يكون عادة لا إرادي. وبالتالي بالحالة الأولى البودي هيت يصير لكونزيرف نحاول عليه نرجع حالة النورمال. إذا ماكو المصل أكتيفيتي ممكن هي تولد لنا درجات الحرارة. هذا الكونتراكشن المستمر لا إرادي يعني أكو ميتابوليك والميتابوليك قلنا إحنا راح نقول يابا هذا ما نحتاجه بحالة الأنرجي وإنما نحتاجه حتى نصعد درجة حرارة الجسم. ايضا هذا نفس تقريبا الثيرموريجوليشن ميكانيزم هذا للاطلاع لكم في نفس الحالات. اذا كان عندنا مثلا تو كيسز عندنا الكيس الاولى اكتيفيتس للهيت لوس للسنتر هايبوثالاميك وعندنا اكتيفيت للهيت بروموتينج بالهايبوثالاموس. فمثلا اذا احنا عندنا حاله مثلا السكن بلاد فازل يصير له دايليشن انا اريد احاول أقلل درجة حرارة الجسم فالبلد فازل يصير له دايليشن حتى ترجع الحرارة للحالة الطبيعية. وأيضا السويت جلاند يصير اكتيفيشن لها حتى تصير عندنا سيكريشن وبالتالي راح ترجع الحالة الطبيعية للجسم. بالتالي هذا نسمينا عندنا الهيموستيسيس اللي هو النورمال بودي تمبرشر قلنا 36 ونص أو 35 وستة هنا كاتبي إلى 37 ترجع للحالة الطبيعية. في حالة العكس أنه إحنا نحتاج أنه نصعد درجة حرارة الجسم فممكن يصير للblood vessel constriction أو عن طريق الactivation للcontraction للsmooth muscle أو للمصل بصورة عامة ترجع حرارة الجسم بالتالي صار عندنا هذا البالانس. الآن انتهينا من الregulation عرفنا أنه شنو اللي ممكن الجسم يسوي في حالة ارتفاع درجة الحرارة وفي حالة فقدان درجة الحرارة. فمثلا بالفيفر اللي هو أكيد احنا قلنا انتاج درجة حرارة الجسم فالفيفر as a definition is an elevation in body temperature وهذا الـ elevation بالbody temperature that is caused by cytokine induced upward displacement this set point. وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة الجسم اللي ناتجة عن طريق السيتوكين induced عن طريق السيتوكينز اللي موجودة هي راح تسوي لنا ارتفاع بدرجات الحرارة الجسم وبالتالي اعلى من السيت بوينت للهايبوثالاميك ثيرموريجوليتوري سنتر. هذه الحرارة ارتفاع درجات الحرارة الجسم إلى الحالة اللي أعلى من النورمال سيت بوينت ممكن يصير لها بروكن إذا رفعنا المسبب إذا رفعنا السبب اللي سوانا increase the set point is removed وبالتالي راح ترجع للحالة الطبيعية. فمن اللي يسوينا regulation مثل ما عرفنا إنه الفيفر that are regulated عن طريق الهايبوثالاموس. Fever that are regulated by the hypothalamus usually do not rise above 41 وهنا راح suggesting a
built-in thermostatic safety mechanism. عندنا two cases. مضمون الكلام. عندنا two cases. عندنا fever. وهذا الفيفر اللي مسؤول عن الهايبوثالاموس ما عبر ال 41 وبالتالي ان الثيرموستاتيك سنتر بهذه الحاله راح يكون سيفتي ميكانيزم وممكن يرجع للحاله الطبيعيه. لكن عندنا حاله ثانيه انه التمبريتشر ابوف ذات ليفل يعني فوق ال 41 وبالتالي انا ذات از ريزلت اوف منين اجتنا اما السوبر superimposed activity عن طريق مثلاً الconvulsion أو عن طريق الhyperthermic states أو عن طريق الdirect impairment of temperature control center. بالتالي هنا أنا راح يعني كأنه thermostatic safety mechanism ما راح يكون normally أو لا ما راح يكون safety. زين الفيفر منين راح تجي؟ هذا الموضوع شوية مهم. الفيفر can be caused by a number of microorganisms and substances. يعني مثلا عندنا بكتيريا أو عندنا فيروس أو عندنا other substances. ممكن ذولا يعتبرون foreign body والimmune system يبدي يهاجمهم وبدأ الimmune system صار عندنا immune response والimmune response صار ممكن يكون عندنا inflammation صارت activation وبالتالي بدأت حرارة الجسم تصعد. ذولا collectively أسميهم البيروجينز. فالبيروجينز هو any microorganisms or substances can induce fever. Like مثلا many proteins أو lipopolysaccharides أو toxin اللي يتحررون من البكتيريال cell membrane ممكن يسببون change the set point hypothalamic thermostat to increase. وبالتالي ذول السبستانسز اللي جونا من الميكروأورغانيزمز يزيدون درجة حرارة الجسم. لذلك قلنا الميكروأورغانيزمز and other substances ممكن يسوون induce لل fever. زين هذا إذا كان الأكشن directly. البيروجين يشتغل directly على الهايبوثالاميك thermostatic center حتى يزيده. وبالتالي we have two cases. The case number one, some biogen can act directly and immediately للهايبوثالاميك thermoregulatory center حتى increase its set point. يزيد هذا إذا كانت direct. إنه الميكروأورغانيزم مباشرة يشتغل على الثيرموريجوليتوري سنتر وراح نشوف شنو الفرق بين المباشر وغير المباشر في السلايد اللي بعده. بينما الاذر بايروجينز اللي نسميهم تحت مسمى الاكزوجينوس بايروجينز يعني اكزوجينوس يعني خارج مو الاندوجينوس الاكزوجينوس من برا ممكن act indirectly وبالتالي هذا يحتاج hours to produce the effect. فمثلا as an example راح ناخذ مثلا الاكزوجينوس بايروجين هذا عندنا الاكزوجينوس بايروجين تابع ويا الفيجر حتى يكون واضح عندنا الاكزوجينوس بايروجين راح induce immune cells اللي هي الماكروفاجز واللينفوسايت to activate فصار عندنا activation للimmune system. فالإكزوجينوس بيروجين induce host cells such as leukocytes أو tissue macrophage to produce fever producing mediator اللي سميناهم بالإندوجينوس بيروجين اللي هم interleukin 1 وبالتالي الإكزوجينوس نتيجة تفاعله والإميون سيستم زيد لنا الحرارة عن طريق الإنتاج الانترلوكين 1 وأعتقد أنه انطيتكم طلبت منكم تقرير عن شغل الانترلوكين 1. ممكن يكون هذا البيروجين اندوجينوس مثل النيوبلاستيك سيلز من نفس الخلية مو شيء خارجي مثل البكتيريا وغيرها فممكن يكون من نفس البودي النيوبلاستيك سيلز هي خلية من خلايا الجسم تعرضت لبعض التغييرات وبالتالي هنا الاندوجينوس for example قلنا بالفيجوسيتوسيس البكتيريا سو بريك داونز البرودكتس البكتيريا وبالتالي راح يكون موجود بالبلود ستريم،
تتحرر الاندوجينس بايروجينز اللي هو الانترلوكين 1 بداخل الجسم. فهذا الاندوجينس بايروجين راح يسوي زياده او انكريز بالسيت بوينت بالهايبوثلاميك ريجوليتوري سنتر عن طريق الاكشن للبروستاغلاندين وزيد لنا السيت بوينت وصار عندي حاله الفيفر. اعيده لاهميته اكزوجينوس يعتبر فورين سبستانسز صار اكتيفيشن للميون سيلز الليكوسايت هاجمتها صارت اكتيفيشن صار عندنا ميون ريسبونس. الميون ريسبونس ادانا الى انتاج الفيفر عن طريق الاندوجينوس بايروجين. هذا الاندوجينوس بايروجين راح يسوي اكتيفيشن عن طريق زياده بالانكريز للهيت سيت بوينت عن طريق افراز بعض الكيميكال ميدييتورز such as بروستاغلاندين وصار عندنا الفيفر. Another figure shows the mechanisms of fever, قلنا infection او inflammation او tissue damage etc. ممكن يصير release للبايروجين وبالتالي صار عندنا activation للimmune cells حررت لنا cytokines. هاي الimmune cells حررت لنا cytokines صار عندنا stimulation للorganism vasculosum او lamina terminalis. ما لنا علاقة بالمسميات هنا فقط اريد اعرف الميكانيزمز. صار عندنا activation عن طريق الhypothalamus زيد لنا انتاج البروستاغلاندينز زيد لنا الثيرموستاتيك سيت بوينت صار عندنا درجة الحرارة او قلت عندنا درجة الحرارة. قلنا في حالة السادن increases بالسيت بوينت للhypothalamus اللي هو عن طريق initiated production اما عن طريق الشيفرينج عن طريق الرعشة او الكلى او عن طريق الفازو كونستراكشن. إذن حتى نزيد عندنا راح يصير عندنا الرعشة فصارت عندنا اكتيفيتي بالميتابوليك نوقف الانرجي تصعد او الفازو كونستراكشن مو فازو ديليشن باعتبار الفازو ديليشن راح يقلل درجة الحرارة that increase the core temperature to the new set point and fever is established. بالتالي الفيفر ممكن تصعد عن طريق الشيفرينج او الفازو كونستراكشن. In addition to the fever producing actions, the endogenous pyrogen mediated the number of the responses. فمثلا احنا قلنا الانترلوكين 1 اللي هو الانفلاماتوري ميدييتور that produces other signs of inflammation مثل ما عرفنا such as leukocyte والانوروكسيا والملج. ايضا مو فقط الانفكشيوس سبستانسز لايك بكتيريا فيروس ممكن يسوي انديوس فيفر. ايضا اكو بعض الامور اللي ممكن تحاول تشتغل وممكن انديوس فيفر لايك نون انفكشيوس ديس اوردر such as myocardial infarction او ممكن البولمينري امبولاي يعني الامبوليزم مثلا او نيوبلازم كانسر ممكن induces fever او produce fever. In these conditions الثلاثه اللي حكينا عنهم او others the injured or abnormal cell راح تحرض على انتاج البيروجين وبالتالي البيروجين مثل ما عرفنا بالسلايدات اللي قبلها ممكن راح ينطينا اللي فعلنا الامور الاخرى اللي ممكن تسوي induce للفيفر. For example the trauma and surgery can be associated with several days of fever. Some malignancy cells such as leukemia أو Hodgkin lymphoma أو Hodgkin diseases secreted pyrogen. فكلهم دول إذا صار عندنا secreted للبيروجين راح يصير عندنا induced fever. زين. A fever that has its origin in the central nervous system إلها اسم خاص. الفيفر اللي جتنا من the central nervous system نسميها بالنيوروجينيك فيفر. فمثلا النيوروجينيك فيفر اعرفه انه المشكله كانت عندي بالسنترال نيرفس سيستم وهذا اتس يوجوالي از كوزد باي دامج للهايبوثالاموس اللي سببه السنترال نيرفس سيستم تروما. بالتالي اذا صارت عندي تروما بالسنترال نيرفس سيستم صار عندي دامج بالهايبوثالاموس
صار عندي فيفر، فهذا نسميه بالنيوروجينيك فيفر، او عن طريق المشكله بالانترا سيريبرال بليدنج، او عن طريق انكريز بالانترا كرانيال بريشر. بالتالي اذا سالنا شنو نيوروجينيك فيفر، راح اعرف ان النيوروجينيك فيفر هي الفيفر اللي تجينا او منشاها من السيرفس سنترال نيرفوس سيستم، وهذا السيرفس نيرفوس سيستم نتيجه الدمج اللي صار بالهايبوثالاموس اللي كوز باي عن طريق الحالات الثلاثه، اما انه سنترال نيرفوس سيستم تروما او انترا سيريبرال بليدنج او انكريز بالانترا كرانيال بريشر. نسال سؤال، شنو المين كاركترستيك للنيوروجينيك فيفر؟ اذا كان عندي نوع فيفر واريد اقول هذا نيوروجينيك فيفر اللي سببه السنترال نيرفوس سيستم دامج، الناتج للدمج اللي سببه اتس كوز باي دامج للهايبوثالاموس سنتر. فالنيوروجينيك فيفرز are characterized by a high temperature that is resistant للانتيبيوتيك ثيرابي، فما راح تكون مقاومة للعلاجات اللي ممكن تخفض اللي هي الانتيبيوتيك ثيرابي and is not associated with sweating، وبالتالي ما راح يصير عندنا التعرق. فهنا أنا قد ما أنطي مخافض حرارة ما راح يشتغل، وأيضا ما راح تكون هناك تعرق. It has been shown that small elevation in temperature, such as those that occur in fever, ممكن يسوي لنا induce أو enhance the immune system. مثل ما نعرف أنه immune system يعني معناه immune response إذا أكو foreign substances، والimmune response معناه ممكن يكون inflammation، والinflammation معناه أكو fever، وبالتالي أنه the small elevation بالtemperature راح ينطي عازل الميون سيستم حتى يصير ميون ريسبونس باعتبار اكو شيء غريب. There is increased motility and activity للوايت بلود سيلز، يصير عندنا ستيميوليشن للانترفيرون، قلنا انترفيرون 1 او غيره، ويصير عندنا اكتيفيشن بالتي سيلز. فمعنى اذا اكو فيفر راح يصير عندنا انهانس للميون فانكشن، صار عندنا ميون ريسبونس، صار عندنا زياده الموتيليتي، زيادة الاكتيفيتي للبلود سيلز، صار تحفيز على انتاج الانترفيرون، صار عندنا اكتيفيشن بالتي سيلز. فهي كلها وسائل مناعية ممكن تحدث بعد الفيفر او تحدث اثناء الفيفر. Many of the microbial agents اللي ممكن يسببون لنا انفكشن لهم ميزة انه grow based at the normal body temperature. احنا النورمال تمبرتشر هي 37، راح اشوف الكثير من المايكرو اورجانيزمز ممكن ينمو ويتكاثر بدرجه حراره الجسم الطبيعيه، لكن نموهم هنا ممكن يصير له انهبيشن بدرجه حراره، مثلا في حاله الفيفر رينج من تصعد درجه حراره الجسم فوق ال 37 38 39 40، ممكن هذا المايكرو اورجانيزمز اللي نمى بالنورمال تمبرتشر راح يصير له انهبيشن بالجروث، بالتالي ممكن الفيفر تعتبر وسيله دفاعيه انه تمنع الجروث للمايكرو اورجانيزمز. ايضا بالعكس ممكن بعض الانواع مثلا فور اكزامبل الراينو فيروسز اللي هو ريسبونسبل فور كومن كولد ممكن يصير له كلتشر بدرجه حراره 33 which is close للتمبرتشر ان نيزوفارينكس اللي هي درجة حرارة النيزوفارينكس temperature اللي هو temperature sensitive mutant of the virus that cannot grow at the temperature 37.5، وبالتالي انه 37.5 ما يقدر ينمو بها الراينوفيروس. لذلك المايكرو اورجانزم ايضا عنده درجة حرارة معينة يقدر ينمو بها او درجة حرارة معينة يثبط نموه بها. شنو المانيفستيشنز اللي ممكن نشوفها بحالات الفيفر؟ الفيسيولوجيك بيهيفيرز ذات اكر ديورينج ديفلوبمنت اوف فيفر ممكن نقسمهم الى اربع مراحل: ابريدورما او
دروم وتشيل اللي هو هنا ممكن ترتفع درجة الحرارة، أو الفلاش والديفر بيزنس. هنا أنا راح نجي ناخذ واحد واحد منهم. هنا راح ناخذ الميكانيزمز أو فيفر باعتبار أنه احنا حكينا عليها. ففي حالة الريليز للإندوجينوس بيروجين، عندنا ريليز للإندوجينوس من الإنفلاماتوري سيلز اللي هو تحت مسمى نمبر 1. هنا أنا راح يصير عندنا ريستنج للهايبوثالاموس سيت بوينت تو هاي ليفل، فيصير عندنا يزداد الهايبوثالاموس. هنا التمبرتشر راح ترتفع، فنحتاج الفازو كونستراكشن والشيفرينج، وللمسلز للاكتيفيشن صار عندنا حالة الفيفر، بالتالي الكور تمبرتشر لازم تصعد، صار عندنا نيو سيت بوينت. اذا صعدت الحراره فوق الحاله الطبيعيه او نرجع للحاله الطبيعيه، فالتمبرتشر هنا راح تقل عن طريق الفازوديليشن او عن طريق التعرق او عن طريق الفنتليشن حتى ترجع للحاله الطبيعيه. راح نبدي بال these four steps during the first او يسمونه البرودرومال period. There are non specific يعني like for example a mild headache او الفتيغ اللي التعب، والgeneral malaise and the fleeting aches and pain. هنا انا راح تكون عندنا علامات بدائيه للفيفر تكون قليله، mild headache تعب غيره من هاي الامور. لكن بالسكند period اللي الانسان يحس انه هو بردان، عنده درجه حرارته عاليه لكن يحس بالبرد اللي هو تعتبر second stage او نسميها بالchill. There is uncomfortable sensation of being chilled يعني cold and onset of generalized shaking. صار عنده ممكن صار عنده رعشة through the temperature rise. بالتالي ال vasoconstriction والpleo erection usually precede the onset of shivering. فهنا حتى يصير shivering حتى نحاول إنه ترجع عندنا الactivity أو نرجع الحالة الطبيعية. وبالتالي at this point the skin is pale and covered with gauze flush. هنا أنا راح يقول there is a feeling of being cold. يحس أنه هو شعور عنده أنه هو بردان and unurged to be more clothing and covering. يحاول أنه يلبس ملابس كثيرة، يحاول يغطي نفسه حتى يحاول يصير عندنا conserve the body heat. بس صار عندنا الشيفرينج وصار عندنا حس بأنه هو عنده رعشة بالبودي تمبرتشر، وصلنا للنيو سيت بوينت مثل ما شفنا بالفيجر، وصلنا للنيو سيت بوينت بالكنترول سنتر. هنا بهاي المرحلة راح تبدي يعني بعد ما إذا نرجع للفيجر قلنا البيولوجين سوينا ريستينج صار عندنا العلامات الفيفر، هنا صار عندنا النيو سيت بوينت. هنا من وصلنا بالنيو سيت بوينت نحاول نرجع للحاله الطبيعيه لان درجه الحراره اصبحت اعلى من النورمال، فنبدي ب بالثيرد ستيج اللي هي يسمونها الفلاش حتى تبدي بالكوتينيوس، يصير عندنا فازو دايليشن اند سكين بيكام ووم اند فلاشد، يحاول انه يفقد الحراره. وبالتالي نبدي بالمرحله febrile responses the initiation of sweating. في الحالة الأخيرة بدي عندنا حالات التعرق وغيرها، لكن مو كل الأشخاص أنه ممكن يمر بهاي المراحل الأربعة، ممكن السواتينج ممكن ما تكون موجودة ويتطور عندنا الفيفر. الجنرال manifestation اللي ممكن أشوفها بالفيفر الأنوركسيا أو الماليجيا أو الملاج أو الأرثلاجيا أو الفتيج أو respiration is increased والheart rate also increased. أيضا ممكن يكون dehydration occur نتيجة sweating مثلا أو increased vapor losses بالrapid respiratory rate. كل هاي الأشياء ممكن تعتبر علامات للفيفر. The occurrence of chills commonly إحنا راح نكون نقول the introduction of pyrogen للcirculation.
زين هنا أنا ممكن نسأل موجود البيروجين موجود بالسيركوليشن والحرارة موجود هنا أنا عندنا بالعلامات الحرارة ندوس في وكذا. This is one of the reasons that the blood culture to identify the organism causing the fever are usually drawn during the first signs of chilling. يعني احنا هسه واحدة من الأشياء اللي ممكن نعرفها أنه ممكن نسوي culture أو blood culture حتى نشوف الميكرو أورجانيزمز. وبالتالي احنا بهاي المرحلة ال causing fever are usually drawn during the first signs of اللي هو step number two. لكن the many manifestation of fever is related to an increase in metabolic rate, an increase in the need of oxygen, use of body proteins اللي يعتبرون ال energy source. زين بالفيفر الجسم راح يصير له switching. البودي switch from using glucose اللي هو يعتبر ال excellent media للبكتيريال growth to metabolism based on protein and fat breakdown. فما راح يستخدم الجلوكوز وإنما يحاول يستخدم البروتين والفات breakdown. With the prolonged fever, there is an increased breakdown of endogenous fat sources. وبالتالي احنا عندنا اللي راح يكون مخزون على هيئة جلايكوجين اذا مستمرت الحرارة وراح يسوي شيفتينج من الجلوكوز للبروتين والفات فباستمرار درجة حرارة الجسم راح تزيد عندنا البريكداون للاندوجينوس فات سورس وبالتالي راح الاندوجينوس نتحول من نظام غذائي الى نظام غذائي كيتون وغيره. زين الهدك اللي تعتبر واحدة من أهم علامات الفيفر اللي عادة تجينا نتيجة الفازودايليشن بالسيربرال فازلز اللي يحدث خلال الفيفر. ممكن ناس تصير عندهم هلوسة، شايفين بعض الأطفال خصوصا أنه ممكن يصير عنده يهلوس إذا بدأت درجة حرارته تصعد للأربعين وممكن يتكلم بكلام ما مفهوم بعض الأحيان. ايضا بالناس الكبار ايضا ممكن يمرون بهاي المرحله لكن درجه الحراره اقل من درجه الحراره اللي ممكن تكون عند الاطفال. ممكن ايضا نتيجه because of increasing the poor oxygen uptake بالaging the lung and pulmonary function may be proved to be a limiting factor للthermometabolism. زين ممكن الشخص اللي مر بالفيفر ممكن يكون عنده confusion. ايضا بعض الاطفال خصوصا يمرون بمرحله الصرع الحراري، احنا سامعين انه كثير من بعض الاطفال انه درجه حرارته يمر بمرحله الصرع الحراري. They usually occur with rapid rising the temperature، يصعد عنده درجه الحراره للمفاجئ. ممكن بعض الناس اللي نشوفهم مثلا نشوف عنده الهربتيك ليجين او اللي نسميها احنا لطخة حمى او اللي نسميها الآفة الهربسية اللي تتطور بعض الاحيان عند الاشخاص اللي عندهم فيفر اللي هم بعضهم نتيجة الاصابة مثلا بهربس فيروس او سمبل فيروس نمبر 1 تايب 1. كل هذه ممكن تعتبر علامات أساسية للفيفر. وبالتالي إذا نجي كملخص للثيرموريجوليتوري سنتر بالهايبوثالاموس موجود هنا الثيرمو ريسبتورز بالهايبوثالاموس اللي هو ديتكت اللي يحدد لنا البلد تمبرتشر، والثيرمو ريسبتورز الموجود بالسكين يحدد لنا الاكسترنال تمبرتشر. بالتالي الاكسترنال تمبرتشر اللي هو الموجوده عن طريق ريسبتورات موجوده بالسكين هو اللي مسؤول عليها، وايضا هو اللي يحدد لنا الريسبتورز الموجود بالهايبوثالاموس هو اللي يحدد لنا درجة الحرارة بالبلد. باعتبار أنا عندي درجة حرارة موجودة بداخل الجسم وعندي درجة حرارة تنعكس بخارج الجسم،
فعندنا thermoreceptors، واحد موجود بالهايبوثالاموس واحد موجود بالسكين. الموجود بالهايبوثالاموس detect the blood temperature، الموجود بالسكين detect external temperature. الآن أكو changes صار عن الأبنورمال، فشنو الممكن الأشياء اللي تصير؟ فمثلا ممكن يجي إعاز من الهايبوثالاموس أو من الثيرموريجوليتوري سنتر بالهايبوثالاموس حتى يؤدي الفانكشنز التالية. فمثلا يروح للسموث مصل بالارتريولز ويصير عندنا الفازو دايليشن، إذا احنا نحتاج أنه نتخلص من درجات الحرارة، يعني عندنا درجة حرارة عالية فيصير عندنا فازو دايليشن، أو بالعكس نريد نحافظ على درجة حرارة الجسم لأن عندنا انخفاض بدرجة حرارة يصير فازو كونستركشن. هذا بالنسبة للسموث مصل الموجودة بالأرتريولز. أيضا ممكن يكون الإعاز للسموث مصل أو سوري للسويتي جلاند حتى يصير عندنا انكريز أو ديكريز بالسويتين، بالتالي ممكن ينطي إعاز للأكتيفيشن للسويتي جلاند حتى تنتج لنا عمليات التعرق، أو بالعكس يوقف يخليها inactive. أيضا ممكن يصير عندنا الأكشن بالمسلز اللي موجودة بالسكينز اللي ممكن تسبب لنا skin hair stand up، هذا وبالتالي راح يكون إعاز ممكن يأثر. أو بالنسبة لحالة الشيفرينج إذا كان الإعاز بالسكيلتال مصل، إذا قلنا إحنا إذا نتذكر إنه مو بعض الأحيان إنه السويت والبازو كونستركشن ما يؤدي الدور وما يخلي درجة حرارة الجسم تصعد، أو ممكن هنا راح يصير عندنا التقلصات اللا إرادية اللي ممكن تصير بالمصل حتى يسوي عندنا زيادة. هاي التقلصات اللا إرادية ممكن تحاول تزيد لنا درجات الحرارة للجسم وترجع للحالة الطبيعية، وبالتالي عندنا ممكن الشيفرنج أيضا في السكلت المصل ممكن يصير. أو ممكن يكون الإعاز للأدرينال والثيرويد جلاند مثل ما قلنا بالمحاضرة أنه راح يزيدون أو يقللون الميتابوليك ريت، وبالتالي إذا زاد الميتابوليك ريت بس ما أستخدم الميتابوليك ريت كمصدر للأنرجي وإنما أستخدمه كمصدر لإنتاج الحرارة. بهذا المقدار أعتقد أنه إحنا نقدر نقول قد نهينا ولو بشيء بسيط شنو الثيرموريجوليتوري سنتر، شنو راح يصير الثيرمال ريجوليشن، وأيضا الفيفر in details شنو الساينز شنو السيمتومز شنو الأكشنز شنو الستيبز اللي ممكن يمرون بها أو الميكانيزمز اللي يمرون بها أثناء الفيفر. الآن إحنا بالنسبة إن انهينا المحاضرة، إذا كان عندنا سؤال أو كان عندنا استفسار حول المحاضرة تفاصيل أكثر ممكن أترك باب النقاش لحضراتكم.